في هذا الفيديو هذه ما غادي ننتقد المنتخب الاولمبي او لا ننشر شي ولا ننقل شي مباراه او طرف منها ابدا، غادي فقط نحاول نبدأ مسؤولين على داك الشيء اللي غادي يكون كيتسنى المنتخب من اعداء انتصارات المغرب. ما كنتكلمش هنا على الجزائر باش ما يعاودوني يفهموا، المهم نصحح ونقول اعداء انتصارات المنتخبات المغربيه وما سيجري في الكواليس اقتداء بما جرى ووقع وعشناه في كاس العالم في قطر. السلام عليكم. كنسبق لي واحد درت المنتخب ولا المغرب بصفه عامه من المرتشين والحكام ومن بعض المسؤولين اللي ما غاديش يبغيو المنتخب ديالنا يزيد القدام، خصوصا لما فاز على الارجنتين. واحد درت من بعض الحكام اللي غادي يظلموا المنتخب، اما غيغضوا النظر ديالهم على اخطاء الخصم او غادي يكثروا من الانذارات للمنتخب المغربي الى ما وصلوش كاع للطرد. قال ما قام به الحكم العنصري وقال بأنها فضيحة، وتخيل لو سجلت الأرجنتين هدفا في هذه الثلاث دقائق. ودابا في هذه المقابلة اللي جمعته مع أوكرانيا راكم شفتوا بعينكم كل شيء، واخا شي وحدين ما فهمتش علاش كيعايروا في المدرب. ومهم ما نكذبش عليكم، أنا ما كنفهمش سياسة كرة القدم، ولكن ملي تتكون شي حاجة باينة راه باينة. هو في حد بيهتم اللي بيحصل ده؟ حضري احنا اتكلمنا من الاول، قلنا الاولمبيات ما فيش حد بيهتم بكره القدم. طيب وهي بطوله استثنائيه او ميداليه استثنائيه، بس هتقعد تقولي ليه ما فيش حاجه اسمها ان بعد ماتش ساعه ونص اطلع جمهور والعب وبعدين ارجع العب ثلاث دقائق ولاعيبه خلاص افضل الفريق اللي جاب الجول في بعد ثلاث دقائق، هتقول ايه؟ فضيحه بمعنى الكلمه. انت عمرك شفت كده اصلا؟ لا بس خلاص. بالنسبه لي انا اللعابه لعبوا مزيان واخا كاين بعض الاخطاء، ولكن حتى الحكام او الحكام لعبوا اللعبه ديالهم وما حسبش لهم واحد ضربه جزاء. ايوا المهم على كل حال راه الله يحفظه صافي، غادي يوقع لنا نفس الشيء اللي وقع في قطر. الحمد لله هناك جمهور مغربي سيتصدى لكل محاوله غش ضد منتخبنا من طرف هؤلاء الحكام سماسره كره القدم والمولعين بالرشاوي بهدف فوز فريق على آخر أو لكي يضمنوا فوز فريق بلاده، والأمر هنا معروف. ولكأس العالم في قطر خير دليل، حيث تدخل المسؤولين على مستوى عالي لكي يهزموا منتخب المغرب آنذاك. فاللهم باعد بيننا وبين كل من يريد شرا لبلدنا المغرب. بلا ما نكذبوا على يسنا، هذا إلى بقت الجامعة الملكية حاضية كل كبيرة وكل صغيرة، سينو راه الخطر وارد. الله يدير شي تاوي الخير وصافي، الله يعين ولاد الحرام على المنتخب المغربي. هادشي اللي نقول لكم عليه.